انا معاك ان الشيخوخه يعني احيانا بيبقى شاب عنده 30 سنه وعنده شيخوخه من جواه، شيخوخه مبكره، يعني أيوة المشاعر ساعات بتصاب بالشيخوخه، بتكبر أيوة بتشيب، طب يعني أنا أيوة بتشوف شباب تحس ان هو شاب يعني عجز قبل اوانه، ده اللي عايزه اقوله. لكن خليني اروح لاكتر حته في الكتاب انت لمستيها مع والدتك، واكتر حته دخلت على قلبها السعاده وما حسستهاش بالشيخوخه، كانت ايه؟ بصي هقول لك على حاجه، انا ما كنتش عارفه اتعامل معاها. ايه بقى؟ لان انا ما كنتش لسه فاهمه اللي انا هحكيه لك ده. لما اولادي كبروا فهمت. فهمت يعني ايه اتدلع على ابني واقول له وديني للدكتور. لكن انا مثلا ماما تقول لي وديني للدكتور، اصل انا مشغوله، طب هبعت معاكي السواق. لا هي عايزاني انا. صح. فاهمه؟ اما لقيت يعني شويه حاجات كده انا بعملها غلط مش صح. النهارده انا بطلبها من ولادي، طب ما عملتهاش مع امي ليه؟ صح، ساعات بنعديها، يعني فعلا كتير مننا بيعمل الحركة دي، ان انا ممكن ابقى مشغولة ابعت السواق مع والدتي، ابعت بنتي، ابعت ابني، لكن فعلا يعني احنا ما بنبقاش حاسين ان هم بيبقوا محتاجين لنا، احنا لا مشاعرنا احنا. هي عايزه تحطني قدامها وترغي معايا، انا مش فاضيه. ايوه لا طب النهارده انا ببقى استمتع لما اقعد مع ابني واقول له نرغي في ايوه ايه، اي حاجه، اشرب معاك فنجان قهوه نرغي. انا ما كنتش مديها المتعه دي للاسف الشديد، وده اللي مخليني ندمانه جدا. الناس مش حاسه بالاحاسيس دي، ان هي لا عايزه تتكلم معايا، هي مش فاضيه، مش مساله فضيان، ايوه مساله انها عايزه تتكلم معايا انا بنتها، عايز تاخدني الدكتور تتباهى بيا كده وتحس انها رايحه مع بنتها. ايوه اما تطلبني في التليفون، طب بصي يا ماما مش عارفه ايه، وهطلبك تاني واطلبها بقى لما افضى. ايوه لا 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 انا كنت فاشله مع امي بصراحه، فاشله وغصب عني مش بايديا، يعني مش لا بس النهارده. برافو عليك ان انت بتعترفي بده، عشان على فكره احنا معظمنا بنعمل نفس الغلطات دي، ففعلا لازم نفوق لنفسنا ونفهم احنا بنعامل اهالينا ازاي. طبعا دول ليهم رعايه يا جماعه، وليهم يعني هم مش محتاجين منك غير الاحتواء، الاحتواء ده بكل معانيه بقى، تقعدي تتكلمي معاهم، تسمعي مشاكلهم حتى لو بيحكوها للمره الالف، بالظبط. تشوفي طلباتهم ايه، نفسهم في ايه. انت لو اديتيهم نص ساعه بس ليهم هم، هيبقوا سعداء. وفعلا لما بيكبروا بتحس ان هم بيرجعوا اطفال تاني، يعني ممكن تتقمص لاتفه الاسباب، تاخد على خاطرها، تلاقيها فجاه بتعيط بدون سبب، يعني الحاجات دي يمكن كانت بتضايقنا، ان هو بقى ايه يعني انا كل ما اكلمها تقلب عليا وتتقمص، لكن هم فعلا بيتعاملوا زي الاطفال، يعني لازم زي ما هم كانوا بيربونا وبياخدونا في حضنهم زمان واحنا صغيرين، اعتقد احنا لازم نعمل ده دلوقتي. ده لازم عشان كمان حتى دول مسؤولين منك قدام ربنا، صح؟ لازم على الاقل تدي لهم حقهم قدام ربنا. انا لما يعني مش هقول لك فوقت لنفسي، لما اقول لك كبرت شويه ومريت بحاجات حواليا، لقيت نفسي بدي اللي حواليا نصايح. الله طب ما قلتيهاش لنفسك ليه؟ ايوه صح، دايما انا قصدي والله. ايوه فاهمه؟ كان بيبقى ايه؟ ما هي قاعده معايا في البيت، هبقى اشوفها بكره ارغي معاها. ما هي قاعده معايا في البيت مش لازم، طب ما انا بره بقى في شغلي بتطلبني ليه؟ عارفه كده؟ صح طبعا. لا هو الف لا، هي لو رجع بيا الزمن دلوقتي تعمل معاها معامله تانية خالص. قررت اكتب الكتاب ده. بس قررت اكتب ايه في الكتاب بقى؟ اكتب نماذج من دي ونماذج مسنين كويسين، خلينا نقول على سن على المسن ده مش اقل من 80 سنه مسن. اقل من كده مش مسن، 75 80 اقل كده لا يطلق عليه مسن. وفي كمان 75 وزي الفل وزي الامارات، صح ولا غلط؟ طبعا. وفي 80 وفي 90، يعني في جدود عندهم 90 سنه تلاقيهم شباب اكتر من ولادهم، يعني محبين للحياه وماشيين على اكل صحي وحياه صحيه، وتلاقيهم على طول بيضحكوا وبيهزروا. لا يعني الحياه مش بالسن خالص والله، يعني العمر مش سن في البطاقه. انا اوعدك ان الكتاب ده لازم الناس كلها تقراه وتستفيد منه، وان شاء الله تكوني معانا بقى في حلقه في الاستوديو. بشكرك جدا الكاتبه الاستاذه وفاء ماهر، شكرا يا فندم.